تن يمرك يا ودا قارين هشيس كي سافكرة دولة ده سومالا يوتوبيا أيا واحد در ولا بابا دنكي سو كوه ولا ناس دي لوفرين لها هشيس ده سي سافكرة ده أما بلو جوتي الجروب لها هشيس ده سي دولة فدرال كي توبيا يا جدو بح كوه ولا نايدة سيدي لوهر كرين لها هشيس ده سي سافكرة ده أي ودا قارين دولة ده سومالا يوتوبيا وحنا دولة فدرال كي توبيا يدر در جلسي عيد مدي ده يقول تلاك الشيء إلى هذا حبها حلبان هذا برلمان كدل كيتوبيا وكدل يشيس كسيس أفكار ذي وذا قارين دولة ده سومالا يوتوبيا أيا ما أنت مقالة بحر دار وكل يالو تريس كجودة عيد مدى إلى هذا حبها دل كيتوبيا كلان كلا قاتي سراكيش أو سرسر يسر عيد مدى إلى هذا حبها دل كيتوبيا وحنا سراكيش عيد مدى إلى هذا حبها دل كيتوبيا يوشيغن حلبان هذا إن اسكو ديارين أيان عيد مدى إلى هذا حبها دل كيتوبيا سيدة يوجودن لهايين واجباتكو كشغو عيد مدن إلى هذا حبها دل كيتوبيا أيا دوان لأساسي وحانا رئيس الوزراء دل كيتوبيا أوتوبر أسو حري عيد مداسي كهور انت آم هشيسك وبدقارين دولة ها سومالان يوتوبيا وحانا السعودار كنيح اللبانة دا بارلمك دل كيتوبيا ونحو الكيسو دارهنا السيدي أي ميسانية دا سند كنية دولة يوتوبيا للقدر لها عيد مدى إلى لدي حبها دل كيتوبيا هل دا بهشيس كنيس أفكرة دا يوذقارين دولة ها سومالان يوتوبيا يا وحا وسيوين وقعريسيي دولة فدرالك سوماليا وحانا دولادا فدرالكا سوماليا مركي يشيس كاسي عرقتاي ايو دقارين لبدا دولادو دي سومالان يوتوبيا ايسو سارتاي قرارا يكاسور چنسن اسو هشيس كاسي لبقيسوس كا وحانا سيدو كالي بارلمان كدالكا سوماليا يقونا ايسو سارين بيانكا دوانا يكاقوهري مانا يان هشيس كاسي تاسيو دولادا فدرالكا سوماليا بيشا عالم كاي ايو شاكتاي ان يوتوبيا ايدون سينو كسو حز قدوبتو dulkeega iyo badda Soomaaliya adawaga ka soo yeeray dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa la saftay qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka oo iyagu sheegay inay mar walba ay dib barbar taagan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya anay ogolaynay in lagu soo xadgudbo badaha iyo dhulka dawladda Soomaaliya ay u madax banaan tahay Soomaaliland ayaa 63 sano u dambeeyay waxay sheegtay inay ka madax banaan tahay dalka Soomaaliya isla markaasina ay u madax banaan tahay dhulkeega iyo badaheeda heshiisyo garana ay la gali karto cid kasta oo ay u aragto inay dan u tahay Soomaaliland walow dawladda federaalka Soomaaliyana mar walba iyaduna ay sheegayso in Soomaaliland ay tahay qayb ka mid ah dawladda Soomaaliya balse heshiiskani safkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya ayaan iyagu haba yaraatay aan dhag jalaq Useynini dhawaqa ka soo yeeray dawladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada kale ee iyaga la saftay waxaana ay labada wadan ee Soomaaliland iyo Itoobiya mid walba dhankeega ay ku howlan tahay sidii ay u fulin lahayd heshiiskii safkarada ay wada gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya iyo sidii loo dhameystiri lahaa heshiiskaasi